مرحبا بكم خوتي اخواتي في هذا الدرس الجديد الخاص بتعلم لغة البرمجة بأورلانج أو جمالية البرمجة باستخدام لغة البرمجة أورلانج. كما قلنا في الدرس الأول فإن لغة البرمجة أورلانج هي لغة ذات نمط فونكسيونال، في هذا الدرس غادي نتعلموا لوكوتي كونكيرنسي الخاص بلغة أورلانج. مع الأسف فالمقال الخاص بالكونكيرنسي على ويكيبيديا غير مترجم للغة العربية. فكما قلت في الدرس الأول فالكونكيرنسي هي أحد الطرق الرائعة جدا لهندسة التطبيقات، أي أنك تأخذ قطع التطبيق وتقوم بفصل منطق التطبيق إلى قطع صغيرة غير مرتبط بعضها ببعض. هذه القطع كل واحدة منها تقوم بعملية صغيرة وتتفاعل مع القطع الأخرى لإنشاء التطبيق عن طريق إرسال واستقبال الرسائل، يعني لجعل التطبيق يخضع لمنطق الكونكيرنسي وجب فهم طبيعة المشكل ومحاولة إيجاد القطع التي يمكن تنفيذها بطريقة معزولة بعضها عن بعض. في هذا المثال سنتعرف إلى أساسيات الكونكيرنسي داخل لغة أورلانج، مثلا خلق بروسيسوس وإرسال واستقبال المعلومات من هذا البروسيسوس. فيمكن تخيل البروسيسوس في أورلانج، فالبروسيسوس يمكن تشبيهه بشخص، فكل شخص منا فهو مستقل عن الآخرين، ونستخدم الصوت أو نوع آخر من الرسائل لإرسال واستقبال المعلومات فيما بيننا، يعني أننا لا نتشارك إلا الأشياء التي نقرر على أن الآخر يجب عليه معرفتها. فهذا النمط هو ما يسمى بالمساج باسين، فهو نمط قديم نسبيا في البرمجة. إذا كنت أذكر فمخترع هذا النمط فيسمى بطوني هوار CSP. فالCSP هي أول وثيقة في عالم الحاسوب تكلمت عن الكونكيرنسي باستخدام نمط إرسال واستقبال الرسائل، CSP أو Communication Sequential Processes. فكل اللغات التي تدعم الكونكيرنسي فهي مبنية على نمط CSP، مثلا لغة جو من جوجل، رغم أننا سنخرج عن الموضوع بعد شيء، بفرد شانيل. فلشانيل في لغة جو فهي شبيهة بالبروسيسوس داخل لغة أورلانج، أي أننا نقوم بتنفيذ قطعة من الكود بطريقة مستقلة عن باقي التطبيق، وهذه القطعة ترسل وتستقبل البيانات. ما يهمنا نحن في هذه السلسلة الخاصة بأورلانج هو كيفية إرسال واستقبال الرسائل من بروسيسوس. هنا نقوم بإنشاء ملف جديد سأسميه ماذا؟ أورلانج توتوريال، سأسميه بروسيس توتس. كما قلنا نعرف موديل واسم هذا الموديل واكسبورت اسم الدول. في هذا المثال سنقوم ببرمجة شيء بسيط،
مثلا سنعتمد على أحد الدول. دالة صم تحسب المجموع، أي أننا سنقوم بإنشاء بروسيسوس مستقل عن هذا التطبيق، نرسل إليه رسالة تحتوي على العدد الذي نريد حساب الجمع الخاص به، ومن ثم يقوم بحساب القيمة ويرسلها للتطبيق الذي يطلب منه هذا الأمر. هنا نقوم فقط بإكسبورت لتلك القيم 2 و ستارت 0 و دالة سأسميها لوب لوب 0. هنا سنقوم بتعريف دالة البدء اللي هي ستارت. نقوم بكتابة PIG equal spawn، فسبون تقوم بإنشاء بروسيسوس مستقل. مثلا هذا البروسيسوس الكود فهو موجود بنفس الموديول، والفونكسيون فهي اللوب، والبارامترات فهي لا شيء هكذا، ومن ثم الانتهاء. هنا نقوم بتعريف دالة اللوب، فدالة اللوب فهي ما يقابل الايفنت لوب في الجافا سكريبت، فهي الدالة التي سيتم تنفيذها فيما لا نهاية، وفي كل مرة ستنتظر أن يرسل لها أحد التطبيقات رسالة وتقرأ هذه الرسالة ومن ثم تجيب. هنا نكتب receive، فreceive نقوم بقراءة علبة الرسائل الخاصة بهذا المساج. هنا عند القيام بستارت فإننا نقوم بإنشاء بروسيسوس، والبي اي جي فهو ما يعرف ذلك البروسيسوس في الأورلانج. فالبي اي جي في الأورلانج هو عدد صحيح يميز البي اي جي داخل لغة البرمجة أورلانج، وليس نفس البي اي جي الخاص بنظام الاشتغال. فكل تطبيق داخل نظام الاشتغال يحتوي على بي اي جي. مثلا عندما نكتب PS AUX هناك عدد كبير من التطبيقات يتم تنفيذها في النظام، وكل تطبيق يحتوي على بي اي جي خاص به. نفس الشيء داخل لغة البرمجة أورلانج، إلا أن هذا البي اي جي فهو خاص بالتطبيقات التي يتم تنفيذها داخل الآلة الافتراضية الخاصة بهذه اللغة. فهذه اللغة هي تقريبا عبارة عن نظام اشتغال للتطبيقات. فالماشين فيرتوال الخاصة بالأورلانج هي نظام اشتغال يقوم بإنشاء وبإنشاء البروسيسوس وإنهائها عند الضرورة. الآن هنا نطبع فقط البي اي جي الخاص بهذا البروسيس، اي ان دالة اللوب سيتم تنفيذها بطريقة مستقلة في الفي ام. واذا كنا نتوفر على آلة بي مجموعة من المعالجات، فاللوب سيتم تنفيذها على معالج آخر. الآن بعد خلق هذا البروسيسوس سنقوم بإرسال رسالة وطبع قيمة البروسيسوس. نقوم بإرسال رسالة باستخدام علامة التعجب، نرسل العنوان الخاص بنا والعدد. الآن هنا العدد N. When is integer n؟ نرسل العدد n، أي أننا نرسل هذه الرسالة لهذا البروسيس، ومن ثم ننتظر الجواب هكذا، والجواب سيكون from
أي الـ PID الذي أرسل الرسالة و الـ Value. ومن ثم سأقوم بـ Underscore From لأني لن أحتاج إلى تلك القيمة. سأقوم فقط بطبع Sum de P égal P والرجوع إلى السطر. Sum de N هي Value. حسن جدا. هنا في دالة اللوب فإننا نستقبل فروم وهو البي اي جي الخاص بالبروسيس ستارت الذي أرسل تلك القيم ولا فالور سأسميها فاليو. وهنا سنقوم بإعادة إرسال تلك القيم للبروسيسوس الذي أرسل لنا تلك الأشياء. ماذا سنرسل؟ سنرسل سيلف وهو البروسيسوس الخاص باللوب وهو نفس هذا البيد. والقيمة فالقيمة هي السم A دو فاليو. في حالة استقبال شيء آخر سنطبع فقط فورما ايرور. وهنا في حالة استقبال شيء ليست له هذه الفورما سنطبع ايضا ايو فورما ايرور. وسنقوم بتجربة هذا الشيء. العيب الذي ألاحظه في هذا التطبيق فهو ان دالة اللوب عند القيام بهذا الأمر فإنها ستخرج، أي أن اللوب ستنتهي. لمنع دالة اللوب من الانتهاء فعند انتهاء اللوب سيتوقف هذا البروسيسوس هذا السبون عن العمل، أي في المرة الأخرى التي ستمررون سترسلون القيمة لهذا البي اي جي فالبي اي جي لا يوجد أي بروسيسوس يشتغل في الأرلانج بهذا البي اي جي. لهذا الأمر سنقوم بإعادة تنفيذ اللوب مرة أخرى ونفس الشيء في حالة الأخطاء. المشكل الذي ألاحظه أيضا في هذا التطبيق فهو يجب النداء على دالة ستارت في كل مرة، ولتمرير القيمة وجب نداء على ستارت مرة أخرى وإنشاء بروسيسوس آخر. فهذا التطبيق إذا قمنا بتنفيذه سنحصل على العديد من دوال اللوب التي ستستقبل الرسالة مرة واحدة. لذا سنقوم بتعريف دالة سأسميها run، والبارامتر الأول فهو PID والبارامتر الثاني فهو value. ومن هنا سنقوم ب سنقوم ب كوبي كولي لهذه القطعة وتمريرها لدالة الران. وهنا سننهي التطبيق بإرسال قيمة البي اي جي لشيل. سأتفقد هذا الكود مرة أخرى. وجب إضافة دالة ران ببارامترين ببارامترين لدالة اكسبورت ستارت بسبون. وهنا لا داعي لتمرير قيمة لستارت. هنا وجب إضافة point virgule. الآن Erlang tutorial ORLC process tutorial. هنا فاسم فهو value وليس n. والسطر 11 لم نعد نتوفر على قيمة داخل دالة ستارت.
هنا في السطر 7 هي value، وهنا وجب تسميتها result، لأننا قمنا ب copy كولي للكود. أوكي، الآن نقوم بإطلاق لا ماشين فيرتويال على الافتراضية الخاصة بلغة إرلانغ. نقوم بموديل سي توتس هكذا، نقوم ب PID equal pros توتس و start هكذا. كما تلاحظون فدالة ايو فورما قامت بطبع بيد وقيمة البيد، وفي الاخير قامت بارسال قيمة البيد التي قمنا بوضعها داخل الفاريابل بيد هكذا. فبيد هو هذا الرقم المميز لدالة اللوب التي تشتغل في ما لا نهاية وتنتظر وصول معلومات لتنفيذها. اوكي، الان نقوم بالنداء على بروسيس توتس وران، نقوم بتمرير بيد والقيمة التي نريد حساب المجموع وهي 100. هناك فقط مشكل في السنتاكس، لأن قيم ايو فورما فهي ليست، هذا هو المشكل الوحيد. الآن وجب علي قيام بالكومبايل مرة أخرى هكذا، وبيد إيجال بروسيس توت ستارت وبروسيس توت ران بيد وقيمة 100. كما تلاحظون فهي تشتغل. أي أن الدالة التي تقوم بالحساب فهي شبيهة بسيرفر، أي هذه الدالة فهي سيرفر. لفهم ريسيف جيدا، يمكن أن تتخيلوا ريسيف كدالة تتفقد علبة الرسائل، أي أن كل بروسيس يحتوي على ميل بوكس، وعند القيام بريسيف والماتش باترن فإن الكمبيلاتور يتفقد محتوى علبة الرسائل ويحاول مطابقة الأشياء الموجودة في علبة الرسائل مع هذا الماتش. فإذا تطابق الماتش يقوم باستخلاص تلك القيم و عمل التعليمات الضرورية عليها. إذا لم يكن يمر إلى الماتش الثاني والثالث إلى غير ذلك. فهذا الكود فهو كود كونكورون، يعني إذا قمنا بتشغيله على آلة ب 64 معالج سنحصل على كفاءة جد عالية مقارنة مع هذه الآلة من دون تغيير أي شيء في الكود. ففي هذا المثال قمنا بإنشاء بروسيسوس مستقل يقوم بحساب تلك الأشياء. مثلا إذا كنا نريد استغلال الكود الموجود في أريتميتيك، نقوم بإضافة دوال مثلا سيند سام وتمرير فقط البي اي جي والفاليو، وهذه الدالة تقوم بالنداء على الران وسم، فالسم هي دالة موجودة في موديل اريتميتيك. تقوم بتمرير
تقوم بتمرير قيمة sum وهي atom و value، وعند إرسال هذه القيم هنا وجب تفقد الأمر. إذا كان الأمر sum a والفاليو، نقوم بتنفيذ تلك الدالة. هنا فقط لي إذا كانت الدالة المرسلة فهي فيبوناتشي، سأكتفي فقط بمثالين، والأول فهو سام أ والثاني فهو فيبوناتشي. هنا نقوم بالنداء على الموديول أريتميتيك ودالة فيبوناتشي. فيبوناتشي أكتفي بهذا المثال. هنا نضيف فقط سند فيب والبي اي جي والفاليو، قوم بالنداء على دالة ران بيد وفيب فاليو، انتهينا. ها يقول لي هاد ميس ماتش. وجب القيام بالإكسبورت لتلك الدول. سند سم ببارامترين وسند فيب ببارامترين. أوكي. سند سم هنا يقول أن بيج فهو غير مشتغل. نعم فهو مكتوب بإي صغيرة. الآن ما علينا سوى إنشاء بيج واحد يساوي process touch start هكذا. الآن نقوم ببروك touch سند سام وبيد أن والقيمة فهي 100. يقول لي error. نعم هذا صحيح، أني هنا قمت باستقبال فقط سم أ، يعني سم باستخدام الأكوميلاتور وليست الصم العادية. سأحذف هذا الكود وسأترك فقط ستعطينا الصم أ وسأترك الصم أ، وستكون سين صم هي صم أ لأن دالة لوب لا يوجد أي كلوز للصم. الآن أقوم بإعادة إطلاق الآلة الافتراضية لإرلانغ وإعادة الكومبايل. توتس بروك ما هذا؟ سي بروك توتس عفوا. يقول لي إن الصم فهي غير معرفة. وجب أيضا تحميل موديول أريت. ما هذا؟ 1 2 سند فيب. اوكي وجب حذف تلك الدوال مستخدمة سابقا. الان بيد ايجال بروك توتس ستارت هكذا، والان بروك توتس فيب سند فيب وتمرير البي اي جي والقيمة، قيمة مثلا 10 كما تلاحظون. ففيبوناتشي
خاص بعشرة هو 55. الآن نقوم ب process tweets send sum و PIG و 100 أو 1000 هكذا كما تلاحظون. فدالة run تقوم فقط ب استقبال القيام، فهي عبارة عن RPC. RPC سنسميها RPC أحسن. RPC فهي من يقوم فعليا بإرسال القيام هكذا إلى آخره. هنا في الموقع الرسمي يوجد تيتوريال خاص بالأرلانج ويقوم بتصفح أغلب المفاهيم الخاصة بهذه اللغة. أنصحكم أيضا بالاطلاع على هذا الكتاب المسمى بـ Learn New Sam Erlang for Great Good. فهذا الكتاب هو شامل مانع للغة أرلانج. سأضغط على هوم وأبحث عن concurrency. هنا توجد فقرة جميلة جدا تعرف بالconcurrency وتاريخ الconcurrency في هذه اللغة وعلاقتها بالأنظمة الهاتفية، لأن الأنظمة الهاتفية ف الجبر الخاص بالهاتف فمن السهل التعبير عنه بلغات البرمجة التي تدعم نمط الفونكسيونال. فعند أخذ الهاتف وكتابة الأرقام فإن السويتش يقوم بإنشاء بروسيسوس خاص بتلك المكالمة. وإذا كان نظام الهاتفي يدعم آلاف المكالمات في الثانية فكل مكالمة فهي بروسيسوس داخل لغة أرلانج. فلغة أرلانج تراقب تلك البروسيسوسات، فإذا سقط مثلا بروسيسوس فإن المكالمة ستنقطع، إلا أن أرلانج تراقب تلك البروسيسوس، فإذا سقط أحدها تقوم بإعادة تشغيل ذلك البروسيسوس وحتى إعادة تشغيل لزوتخ بروسيسوس المرتبطة بالبروسيسوس الذي يحتوي على المشكل. وهذا ما سنراه في الدروس اللاحقة الخاصة بلغة الأرلانج. أنصحكم بقراءة هذا الكتاب من المغلف إلى المغلف، فهو يحتوي على كل المعلومات والتفاصيل والفلسفة وتاريخ هذه اللغة. في هذا الدرس تعرفنا على كيفية إنشاء بروسيسوس بلغة أرلانج وإرسال واستقبال المعلومات، وكذلك التعرف على مبدأ علب الرسائل وكيفية قراءة المعلومات منها. آمل أن تكونوا استفدتم، وشكرا وإلى اللقاء في درس آخر.